برايم ستي بتاعت انا دعايه غير لما تفاطي الاجر فرجي انا مثلا 18 19 سنتين اللي قبلنا شو صار بالداون تاون ترانزاكشن؟ لو انا هستثمر هستثمر في حاجه فيها لونج تيرم ابريشيشن يعني تشتري حاجه لو تيكت. السلام عليكم عاملين ايه؟ معاكم محمد زيدان وحلقه جديده من Provident Real Estate Podcast. معانا انتوني. ايه الاخبار؟ صحتك كيفك؟ تمام عامل ايه انتوني؟ كله كويس الحمد لله. النهارده انا عايز اتكلم معاك على موضوع لما بيجي لك حد مستثمر وبيقول لك انا عايز اشتري في دبي ومثلا هو مش عارف ايه نوع الوحده اللي هو عايز يشتريها. فانت ايه الابروتش او ايه الطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع العميل ده؟ هلا هو بالنسبه للايجار نحن مش عم نبيع ايجار واحد، يعني في عنا تقسيم ايجارات. في عنا اول شيء الريزيدنشال اللي هو الشقق السكنيه العاديه، في عنا الشقق الفندقيه، كمان في عنا الكوميرشال سايد اللي هو بيكون انت اليوم فيك تشتري الشقة مصنفة كوميرشل اللي هي فيك انت اليوم تستعملها كمكتب، فيك تشتري ويرهاوس اللي هو مخزون اللي انت بتحط فيه بضاعة يعني وبيستعمل لحيالة بزنس معين. فأول شيء بدك تيجي تفهم انت من هيدا الشخص اللي بيقول لك انا جاي استثمر بدبي، قبل ما نروح على كل شيء بدك تفهم منه اليوم شو هو what's the purpose of investment، يعني هو شو السبب اللي عم يخليه سوري يعمل investment. الانفستمنت تبعوله بده اياه على قد ايه فتره زمنيه، بده يستثمر اليوم على سنتين ثلاثه يرجع يبيع يطلع منه، او هذا زلمه جاي يستثمر من فتره 5 سنين ل10 سنين، شو المردود اللي هو مخليه بباله، لانه كل سوا كله بيفرق. يعني خليني اقسم لك اياهم. اذا انت اليوم جاي تشتري شقه بدبي، فيك تاخذ شقه وين ما بدك، حي الله منطقه فيها تكون استوديو ب 400,000 درهم واللي هي انت اليوم بتأجره بين ال 35 ل 40,000 درهم، بتكون من بعد السيرفيس تشارجرز عم تعمل مردود 9% 8%. اوكي، هذا عم يعمل لك مردود سنوي ثابت بلا وجع راس. في عندك عالم تيجي بتقول لك انا بدي اشتري بمنطقه برايم لوكيشن، حتى لو مردود السنوي حيكون 4% بس انا اليوم بعرف انا في ارباح من الكابيتال جينز اللي هي السعر الرئيسي. بيرجع في عندك الشقة الثانية ويجي بيقول لك انا بدي اخذ باوتيل لانه الاوتيل اوكيوبنسي تبعولته عالية كتير وهن بيعمل مانجمنت وهن بيأجروا وهن بيعمل كذا شيء، انا باخذ مصرياتي كل شهر بلا وجع اي راس. بيرجع في عندك العالم يجي بيقول لك انه بيشوف الكونسبت تبعول قد ايه في بزنس بدبي، مثلا مثل فري زونز مثل جبل علي او حيالة فري زون موجودة عنا، بتشوف انت هالشركة بتجي مع كل الحمايات وكل هول الخواجات، فهذا اكيد بدهم منطقه للستورج، بدهم يعملوا وير هاوس. وفي عندك اليوم اللي بيجي بيقول لك انا اخر كل همي شو بشتري، انا اليوم بهمني اعمل اعلى مردود، ومثل هذا الانفستر هو في ياخذ الليبر كامب او هي مثل نحن مسميهم مخيمات العمال اللي هي هذا بتعمل بحدود ال 14-15% بالسنه. فنحن بنفهم اول شيء من المستثمر شو بباله استثماره على قديه فتره، نرجع نفهم منه نحن اليوم هالانتري تبع الماركت هو جاي قديه بده يستثمر مبلغ، وساعتها من هونيك بنعرف كيف نقسمه نعطيه ريكويرمنت اللي هو بده اياها. خلاص خلينا دلوقتي نتكلم على الجزء السكني. اوكي، بما ان انا شايف ده اكتر حاجه يعني خلينا نقول سهله او مش معقده في الحاجات الثانيه. انا مثلا لما حد بيجي بيقول لي عايز اشتري الاستثمار، هل اشتري استوديو ولا غرفه ولا غرفتين ولا اشتري تاون هاوس؟ انت لما حد بيسالك السؤال ده هو مستثمر صرف يعني، فانت ازاي بتكواليفايو او ازاي بتشرح له ايه افضل طريقه للاستثمار في خلال الوحدات دي؟ يعني هلا مثلا اذا مثل ما عم اقول لك في كثير عالم تجي بتقول لك انا بدي استثمر بشيء بدي اجره على فتره سنتين ثلاثه ورجع جاي انا وعائلتي على دبي ناقلين بعد 3 سنين بدي استعمله استعمال شخصي. okay. ساعتها اكيد ما في له خذ استوديو ولا وان بدروم، تو بدن ممكن يكون صغيره، اذا بده تاون هاوس ساعتها بيمشي معه. بس اذا اليوم شخص نهائيا ما بده يستعمل هيدي الوحده، اكيد انا اللي بنصح فيهم اجعله هو طلب اكثر شيء انجار بيكون جاي على استوديو 1 اند 2 بدروم 3 بدرومز
في لها طلب بس مش اللي هو بيجيك مثل الدايري اللي بيجيك خمسة وستة بنهار. هلا نحن بنحسبها كيف اليوم انت عندك فيك تدفع خدمات سنوية سيرفيس تشارجز على العقار. اوكي استوديو والوان بدروم منطقية اكتر اليوم تستثمر فيها لانه اول شيء حجمها حيكون اصغر، السيرفيس تشارجز عم يكونوا اخف وطلبهم كتير عالي. التو بدروم عليها طلب ما تفهمني غلط، بس بما انه حجمه مثلا اليوم نحن تنقول الستاندرد سيرفيس تشارجز بالبلد هي 15 درهم بير سكوير فيت. انت اليوم بس عم تدفع 15 درهم بير سكوير فيت على 700 قدم اللي هي بدها تكون تقريبا بحدود نحكي 10000 درهم تقريبا. اوكي غير ما انه انت اليوم تكون عم تدفع على 14000 و15000 بس كنت عم تاخذ تو بدروم اللي هي بتخفف لك شوي من مردودك. فمثل ما عمل لك اذا شخص ما بهمه يستعمل ابدا العقار بدل ما يشتري وحده تو بدروم او وحده 3 بدرومز انا بقول له لا خذ 2 ستوديو 2 وان بدروم او يعني ميكس ات اب، بس انه ستوديو والوان بدروم هيدا اكثر شيء بيكون عليه طلب، مردودك حيكون كثير عالي وما عندك مشكله تعطي رهم اذا حيرجع يجيني مستاجر ولا لا، لانه بشكل عام المستاجر عندك هو حيجدد كل سنه. بس انا برضو انا متفق معك تماما، دايما برشح الاستوديوهات والغرفة وصالة ان انت زي ما انت قلت السيرفر شارجز اقل وهي سعر التذكرة او راس المال كله بيبقى برضو مش كتير، فانت عندك حاجات تانية تقدر تستخدم فيها الفلوس دي. طيب حلو، بالنسبة بقى للهوتيل ابارتمنتس هل بتنصح بيها ولا مثلا عندك تحفظات عليها او لما حد يجي يقول لك انا عايز اشتري شقة فندقية ازاي بتتعامل معي؟ ليك انا بالنسبه للشقه الفندقيه هي اول شيء بلشت اشتغل فيه أوكي. بالبلد هون يعني انا كثير بقولوا معجب بالشقه الفندقيه لانه الكونسبت تبعولها جدا مطلوب، ومثل ما قلت لك قبل انه هي بتجيب راحه البال للاونر. هلا بالنسبه للشقه الفندقيه كمان عندك كونسبت، مثلا شفنا اليوم اعمار بس عملت اللونش للروف كيف كان اللونش تبعهم انه هذا العقار هذا سعره هالقد، كان وقتها حوالي 740000 درهم. اوكي وكان الدير انه اليوم انت بس تشتري هالعقار هن بيأجروا لك اياها كل السنوي وبيحطوها اندر الاوتيل بول، بمعنى انت يعني اذا انت شقتك هي مأجرة ولا لا انت اليوم شو عم يجيب مدخول هالاوتيل بينجمع وبينقسم على كل الملاكة، هن بياخذوا 60% مانجمنت فيه بيعطوك لك 40% من الربح وبيطلع لك 14 نهار بتستعملها استعمال شخصي. في عندك شقة فندقية ما عندها الكونسبت بتقول لك نحن اليوم شقتك انت قد ايه مطلوبة يعني قد ايه عم تتأجر بتاخذ عليها مربح هالقد ونحن بناخذ هالقد المانجمنت فيز. بهالحالة بصير انت مجبور تشتري برايم يونت اللي هي اطلالتها على تكون على البحر او خليفة او حيلا شيء يكون جدا مميز، فبدك تشتري انت احلى يونت وبالعادة احلى يونت على طول سعره بيكون اعلى من البقية ب 10% او 8%. فبهالحالة انا اليوم بنصحك انه لا اشتري انت شقة سكنية وبتعطيها لشركة عطلات منزلية وبيفرشوا لك برايم ستي برايم ستي دعاية غير المنفرش المسج فبتنفرش بالكامل وبتتأجر لك كأنه هي أوتيل مع خدمات خمسة نجوم وبتاخد مردودك صافي لك وعندك سيرفيس تشارجز واطية كتير وأحسن. فاليوم مثلا لو سألتني هالسؤال بتنصح بالشقة الفندقية كنت بقلك من قبل لل 2016 اول ال 17 كنت بنصحها كتير، بس اليوم صار عندك الاوبشن انك تشتري حيلا بيت والعطل المنزلية هن اللي بيعملوا لك المانجمنت للابارتمنت وبتعمل مدخول كتير عالي، بتعمل بحدود بين ال 15 و 18% حتى ايام توصل اذا عندك لوكيشن كتير برايم يعني. نعم انا برضو زيك برضو انا حاليا ما بنصحش بالهوتيل ابارتمنت، ان انا كمحمد رايي الشخصي يعني ان الهدف ان انت تشتري عقار ان انت بتتحكم فيه بالكامل اكيد. فانا زي ما انت قلت ممكن افرشه ممكن اعمله رينوفيشن اعمل تجديدات تخلي العقار يعني شكله اجدد. فبالنسبه لي انا ما بحبش الهوتيل ابارتمنتس رغم ان هي ليها زبونها، يعني مثلا واحد مش عايز اي وجع دماغ
فهو بيجيب حاجه في برايم لوكيشن، بس ده مش بيبقى فيرست تايم انفستر، مش بيبقى مستثمر اول مره، هو بيبقى واحد اوريدي عنده محفظه عنده بورتفوليو وعم يزيد على البورتفوليو، بيزيد حاجات يعني ممكن هو يستخدمها ك 14 يوم وتاور. وفي دلوقتي مطورين بيدوا عوائد مضمونه، مثلا زي 7 بون بيدوا 10% من 5 سنين، في برضه سان فيجا دول بيدوا 8% على 12 سنه، فدي بتبقى انسب لواحد مش عايز اي وجع قلب او وجع دماغ بالبراني كوست. بس انا كمحمد ما بنصحش بيها بالظبط. انت شو اكتر شيء بتنصح فيه؟ انا اكتر حاجه يعني انا كمستثمر زي ما انت قلت لازم اعرف هل انا في يوم من الايام هاجي هنا ولا لا، ولا انا بس عايز ريتيرنز. انا كمحمد بحب لو انا هستثمر هستثمر في حاجه فيها لونج تيرم ابريشيشن، زي مثلا فيدا في الكريك، زي بولش كراون. طبعا اللونج بيتس كلها اتباعت في بولش كراون، بس يعني ده كان هيبقى الاختيار بتاعي ان انت تشتري حاجه لو تيكت في لوكيشن برايم، حتى لو كان تسليمها بعيد. يعني انت بتاخد حاجه يعني عمر ما شفت وان بيدروم في داون تاون جديده بمليون درهم، فده ذاتس ماي ابروتش يعني لو انا هستثمر يعني. ف زي ما انت قلت انا يعني ما بنصحش برضو بالشقق الفندقيه حاليا. اوكي. انت طب لما بيجيلك حد هو تايه لسه مش عارف هل يشتري حاجة كوميرشل ولا يشتري حاجة سكنية، ازاي بتتعامل معاه او يعني بتوجهه؟ هو بس عايز عوايد، فالكمباريزن مثلا مثل ما بتقول لك هلا اليوم نحن في عنا شغلة بتصير وهيدي شغلة صايرة كمان بالبلد، انه بيجي مثلا اليوم باير او هي كيف بتصير، بيجي واحد سياحة على دبي بيشوف دبي من غير فيها بصير يقول اوكي تمام انا بدي اجي لهون بدي اعمل مصاري هون بدي هيك، بصير معه انه ببلش يسأل، بيصل عند ايجنت، بيجي الايجنت مثلا بيقول له اشتري بهالبنايه بعندي شقه هيك روعه، يمكن لاسباب شخصيه هذا الايجنت عم يدفع شو هذا العقار، وهذا شيء ممتاز لك وحتعمل فيه مصاري. وصدقني بيرجع هو بيجي بياخذ سكند اوبينيون، بروح عند ايجنت ثاني، ايجنت بيقول له لا شو بدك فيها هيدا قديمه هيدا هيك، انا عندي شيء احلى كثير بيعمل لك هيك، بيصير هو زلمه اوكي عم يفكر بين اثنين، بيرجع فجاه متعرف على ايجنت ثالث بيساله انا شو رايك، بيقول له شو بدك بوطنا نعمل معه هيك او هيك انا عندي شيء، وبيقعد بيبرم فيه. فاليوم بيوصل هذا الكلاينت قد ما سمع اوبينيونز بطل يصدق حدا، مخاف من الكل اوكي، ويمكن هي دروب ذا ايديا اوف انفستمنت اون دبي. انا اليوم بعمل ابروش تبعولي كله غير، ما بدي اجي اليوم يعني انا اليوم بس اول شيء على عم بيع شخص، انا ما بهمني ان انا اعمل معك كثير واحد بيعك عقار واختفي وانت تختفي ما بقى اشوفك، انا بهمني انت تكون مبسوط وتعمل مصاري لنخلق شيء اللي هو اسمه ريفيرل، صح، اجيب لك الاصحابك وكل اصحابك يعمل مصاري وهيك الواحد بيكبر وبيعمل نتورك تبعته. فانا اليوم اذا اجي قال لي طب انا بدي اخذ ريزيدنشال ولا بدي اخذ كوميرشال شو رايك، بيجي انا اقول له تفضل ايدي على ميتنج، بقعد انا وياه بفتح اللابتوب مثلا اذا نحن اليوم عم نقي ريزيدنشال عم نقي بداون تاون، بيجي انا بفرجيه مثلا نحن بال 2020 سنة، بفرجيه انا مثلا 18 و19 سنتين اللي قبلنا شو صار بالداون تاون ترانزاكشن ان كان المبيع، بفرجيه الاجارات المسجله من ايجاري، يعني اليوم هل وان بيدروم مش بقول له حتاجر معك ب 300000 درهم، لا هي مأجره مثلا ب 85 اجره ب 90، فرجي هو رينتر شو عم بيصير، بنعمل حسبتها بقول له هيدا بارت اوف ذا هيدا، بنروح على الكوميرشال، الكوميرشال شو بدنا؟ بدنا فينا ناخذ مكاتب بجي ار تي، فينا ناخذ بزنس باي، يمكن هو يضيع، اي قال لي هي منطقه احسن، طيب خلينا انا وياك نشوف مثلا لقينا هالبنايه، واثنيناتهم بيطلعوا عليك، ان كانت جي ار تي ولا بزنس باي، اثنيناتهم عندهم الكانال فيو يعني، فبنحط هود اثنين، بنعمل كومباريزن بالبنايتين، اليوم السعر بها وها اي هو عم يطلع اكثر، والاجار شو مطلوب اكثر، وقد ايه الاوكيوبنسي ريت، يعني اليوم في عندك بنايه معبيه 90% وعندك بنايه 55%، مش حقول له خذ ال 55%، حتى لو صاحب هالبنايه ال 55% بقول لي انا بدي اعطيك هالقد 10% ولا 50%، بس اذا انا هالزبون بعته حرقت حالي لانه الزلمه ما حيعمل مصاري، حيروح يخبر عني شيء عاطل واللي هو حيخسرني فيوتشر بزنس، بينما انا اليوم بيعه اللي هو في يعمل فيه مصاري وساعتها هو بينبسط وكل العالم بتكون مبسوطه. فانا الابروتش تبعولي مش انه بيجي بقول له شو بدك بهالايجنت كذاب ولا شو بدك بهو، انا فور مي اي اولويز بليف ان ذا نمبرز،
يعني نمبرز ما فيهن ما بيكذبوا، بخبروك كل شيء، هن الارقام بخبروك كل شيء عم بيصير. فالزبون بيشوف هون وبيشوف هون، هون بقول له مردودك هالقد وهذا مردودك هالقد، الجروس تبعه للكارير اللي هون حيكون هالقد وهون حيكون هالقد، انت قرر شو بدك بنهايه، هو مصرياتك. انا اليوم عم بنصحك، اذا هو بيقول لي انت لو محل شو بتشتري، ساعتها انا بعطي راي الشخص بقول له روح هون 100%، بس اول شيء خلي هو الارقام تحكي وهو يشوفها وهو بيعرف شو الاندرس تبعه. انت زي ما انت قلت فعلا الداتا او البيانات بالذات في المبيعات اللي حصلت مثلا في اخر مثلا كم شهر او العقود الايجار اللي حصلت، هي دي الدليل القاطع ان انت مثلا مش بتجيب له سعر حاجه خياليه او حاجه ما حصلتش، لا انت بتقول له بص والله ده اتباع بكذا، دي بتطلع البحيره، دي مثلا باك سايد فيو، دي متاجره بكذا. فدي كلها حاجات بتخلي المستثمر بيثق فيك ان انت بتبقى بتتعامل معاه بترانسبيرنسي او بشفافيه كامله. فطبعا ده صح 100%. وبعد كده ان انت تايدنتيفاي او تعرف ايه هو اصلا زي ما انت قلت في الاول ايه هدفه من الاستثمار، دي برضو بتسهل العمليه ان انت تعمل ناروينج داون او تحدد كام اوبشن معين. وفعلا انا برضو يعني مش بواجه نفس المشكله دي، بس مثلا حد بنقعد نلف في كذا حته مثلا بالذات لما فيرست تايم باير، ان انت ممكن ب 400,000 ممكن تجيب مثلا استوديو في مارينا في مبنى بقاله 10 سنين، او ممكن تجيب مثلا استوديو في دمك هيلز في مبنى جديد، او في جي بي سي مثلا في مبنى جديد. فهو حتى البايرز نفسه بيبقى يعني مش عارف يشتري ايه، بيروح المبنى القديم في المارينا، المبنى بيبقى قديم وريحته وحشه والعقار مش منتين، بيروح هناك ينبسط، بس في نفس الوقت هو بيضحي بالديستنس او بيضحي باللوكيشن. ليك هو تقول لك شغله، هيدي هل بتصير مع العالم، وهيدي شغلتك انت اتعلمه يفصل بين مشاعره ورايه الشخصي وبين مدخوله. اوكي، اليوم اذا هذا الزلمه جاي يقول لك انا معي 1,000,000 درهم بدي احطها، بدي اخذ كذا شهرين 70,000-80,000 درهم، وين بتحطها؟ اذا انت عم تعرض عليه مجمع سياحي، بس هالمجمع السياحي بيعمل له 2% بس هو شاف انبهر انك أيوة. انا بدي يكون هون، بتقول له هذا كثير حلو بس مردوده 2%. وعفوا على الكلمه، اذا انت بتفرجيه مكب وهذا المكب يعمل له 10%، هو ما لازم يحس حاله انه هو ساكن فيه. أيوة. خليه ياخده لانه هو بده المردود. اذا بيجي واحد بيقول لك اليوم انا بدي اعمل مردود اوكي اللي هو 5-6% وبدي السعر يطلع، انت اليوم شغلتك تاخده على شيء واجهه مائيه، شيء على ايلاند على بحر، لانه بتعرف هذا اكثر شيء ريكوستد وعم يطلع السعر. فبدك اليوم الفيرست تايم باير اذا بده يجي اليوم على دبي ويجي يقول لك يا زيدان فرجينا شو عندك، وانت بدك تقعد تبرم في دبي، بدك حوالي سنة ونص لتفرجيه دبي. وكل سنة عم يتغيروا الأسعار على الفروع، عم يجي مشاريع جديدة، فهيدي الانكوايري ما بحياتها حتخلص. فأنت اليوم بدك تفهمه بدك شو بدك، أنت بدك المردود، بدك هيك، بدك هيك، عندك أوبشن 1-2-3 بس مش أكثر من هيك. هو أنا مثلا حد بيقول لي مثلا البودج بتاعتي 1,000,000، بوريله حاجة ب900، حاجة ب1,000,000 وحاجة ب1,000,000 أكيد من نهاية اليوم بس واحد يعجبه شيء فيه يدفش 100,000 درهم، هيدا ما حتكون على قصة. هو ساعته بقى هو يكرر زي ما انت قلت. ان ساعات في بايرز بيعملوا ايموشنال ديسيجنز، يعني مثلا بيروح كوميونيتي ويعجب بالكوميونيتي، يعجب بالفاسيليتيز. فانت وانا كمحمد بقول له انا شايف ان انت لو انت عايز عوايد بس، لا ده مش انسب اوبشن، بس هو ساعتها بيعمل ايموشنال ديسيجن زي ما تقول. هو ساعتها هو يعمله هو يشتري، بس ما له حق ولا يوم يدق لك يقول لك يا زيدان انا ما عملت مثل ما صح، مش عم بعمل مصاري مثل ما متوقع، لانه انت هيدا مشاعرك اللي قررت تدير مش عقلك هو. فبالنهايه بس العقل يحكم، يعني بالبزنس اليوم كله عقل، ما في شيء اسمه مشاعر، احنا بنخلي المشاعر على المين دور قبل ما نفوت على المكتب. اوكي، مثل ما عم لك في كثير عالم، صدقني حتى انا شفت في كثير عالم هون استغربت وهون كثير تعلمت من هالعالم، انه كان عندهم عقارات بس باعوا بسعر واطي مع انه مش عايزين مصاري، يعني عم يحكيك بليونيريه مش مليونيريه. فهيك انا مع الحشريه عم بستفهم منه ليه عم تعمل هيك، بس رجع فرجاني انه قد ايه في اوبورتيونيتي اليوم انت بس تشتري اوف بلان وتحطها وعلى هاند اوفر قد ايه فيك تعمل هاي مارجنز وكابيتال ابريشيشن. فهمتها كلها صارت كيف بتصير. يعني هذا الزلمه شاري بيت صار له معي 8 سنين اوريدي، هو سكر حقه
اوكي بيعه تحت الماركت ب 20%. ها نحن اللي بنشوفها بس نحن ما شفنا انه هو رد المصارف وربح 80%. فمن هال 80% رجع اشترى فيها بيتان عواجه مائيه على هاندوفر تناتهم هيربحوا بين 15 و 20%. يعني الزلمه صار عم يحصل تقريبا عن رح نوصل على 200% على مبلغ هو 100%. تخيل لوين كيف حسبها وعملها. فهل بدي اقول لك اليوم في عندك شيء اسمه سمارت انفستر، ايموشنال انفستر، ولوجيكال انفستر. إذا اليوم أنت بدك تضلك مكمش بهالعقار ساعتها بتعتبره بيتك وبتسكن فيه. إذا أنت جاي من منطق البزنس لا بتشتري بعد 5 سنين ربحت طلعت مصرياتك فيك تقلبهم فيك تروح على غير منطقة هلا بتعمله بالبيت. ونحن ما نزيد عليك ونقول لك يعني بالنسبة لكل العالم إن كانت ضايعة ولا مش ضايعة نحن أهلا وسهلا فيهم جميعا بيجي كلهم العالم على المكتب مثل ما قلت لك منفرجيهم قصة الأرقام منفرجيهم كل شيء عم بيصير وما بيكونوا غير مبسوطين سواء كانوا مشترين أو سواء كانوا عايزين يبيعوا العقار أكيد أكيد شو ما كان لاندلورد كل شيء خاصة بالعقارات فروم أي تو زد نحن موجودين. خلاص أنتني متشكر لوقتك مشكور لك لوقتك ومنشوفك جماعة إن شاء الله يلا شكرا.